قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الفطرة الإنسانية وطبيعة البشرية تميل نحو الأمن والراحة والدعاء والاستقرار، ويظن الناس أن في الدعاء وفي الأمن وفي الاستقرار مصلحتهم ومنفعتهم، ولكن في بعض الأحيان يتحول الجهاد في سبيل الله وهو خلاف الأمن وخلاف الاستقرار وخلاف الطمأنينة، يتحول إلى خير. في الجهاد يوجد قتل ومطاردة وأسر وتعذيب وتشريد وهجرة، ومع ذلك يكون خير للأمة. نحن بطبيعتنا ننظر للأمور من ظاهرها ونسعى للوصول إلى النتائج بأسرع الأوقات. الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمون الأوائل بأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ماذا الذي كانوا يكرهون؟ كانوا يكرهون القتال في سبيل الله، لأن فيه قتل وفيه جراح وفيه بعد عن الأهل والأحبة وفيه أسر ومطاردة، ولكن في ذلك خير للأمة. حينما تكون بين خيارين، بين خيار الأمن النفسي والشخصي وبين أمن الدين والوطن والأمة والمجتمع، فأي أمن تقدم؟ أتقدم أمنك على أمن الأمة؟ أتقدم أمنك على أمن الدين وقيم الدين ورسالة الدين؟ إذا تكون تفكر في أمنك ولا يهمك أمن الناس ولا أمن الدين ولا أمن الرسالة، فأنت أناني بالدرجة الأولى. أما الذي يقدم أمن الأمة على أمنه، والذي يقدم أمن الإسلام وأمن الرسالة على أمنه، فهؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. لذلك أغلب الناس يقدمون أمنهم على أمن الدين وعلى أمن المجتمع وعلى أمن أوطانهم. فنحن حينما نلتحق بركب الحسين وركب الجهاد في سبيل الله، فإن علينا أن نقدم أمن ديننا وأمن مجتمعنا على أمننا. وهكذا كانت الرسالات، وهذا هو التاريخ بامتداده. المجاهدون هم قلة قليلة الذين يضحون بأنفسهم وأموالهم، هم قلة قليلة على طول التاريخ، ولكن هؤلاء القلة هم الذين يصنعون مجد الأمم وتاريخ الأمم وعزة الأمم وكرامة الأمم. يقول الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الذين يشرون أي يبيعون دنياهم من أجل آخرتهم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب المؤمنين ويدعوهم للجهاد في سبيل الله لا يضمن إليهم النصر كأفراد، ولكن يضمن لهم النصر ك
كتوجه وخط ورسالة. يقول: قد يقتل الإنسان المجاهد في هذه المعركة، ولكنه قد يغلب، وعلى كلا الحالتين فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجزيهم أجرا عظيما. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مقابل ماذا؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهد الله، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. نحن حينما نجاهد في سبيل الله، وحينما نخطط هذا الطريق، طريق المقاومة والمواجهة مع الطغاة والمجرمين، فإننا نبيع أنفسنا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجزينا بذلك الفوز العظيم عند الله سبحانه بأن لهم الجنة. الله سبحانه وتعالى يعدنا بالنصر، ولكن لا يعدنا كأفراد. البعض منا يتعب من طول الطريق ومشقة الطريق، فينحو ويبتعد عن هذا الطريق لما فيه من ألم ومعاناة. الله سبحانه وتعالى يعدنا بالنصر كخط وتوجه ورسالة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟ نصرة الله سبحانه وتعالى هي بنصرة دينه، بالجهاد في سبيله، بالدفاع عن قيمه ورسالته، بالدفاع عن قادة السائرين والرافعين لراية لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن العالمين، ولكننا نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. نحن حينما ننصر رسالة الله ننصر أنفسنا. إذا أردنا أن ننصر الله سبحانه وتعالى علينا أن نحافظ على قيم الله وعلى أحكام الله وعلى شرع الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الذين نصرهم فيقول: الذين إن مكناهم في الأرض، يعني الذي ينصرهم الله سبحانه وتعالى. ما هي صفاتهم؟ ما هي صفاتهم؟ هل هم يعصون الله؟ هل يتخلون عن رسالة الله؟ هل يتخلون عن واجباتهم الدينية والشرعية؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني هؤلاء هم الذين يستحقون التمكين. الذين أول شيء يذكره الله إقامة الصلاة بشرطها وشروطها وضوابطها وأحكامها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. نحن حينما نتخلى عن مسؤولياتنا الدينية ونتخلى عن واجباتنا الدينية، هل ننصر الله؟ إذا لم ننصر الله فكيف نترقب نصر الله إلينا؟ إذا نرتكب المحرمات والذنوب ليلا ونهارا سرا وجهارا، كيف نترقب نصر الله؟ الله سبحانه وتعالى ينصرنا إذا نصرنا دينه، إذا دافعنا عن دينه، إذا أقمنا حدود الله على أنفسنا
اعتداء. ثم انتقلنا للأمر بالمعروف في مجتمعاتنا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. شهيدنا الغالي شهيد قاسم قام لله مدافعا عن حرم الله، مقاوما للظلم والطواغيت. تطرح إشكالات عديدة، هل هو شهيد أو ليس بشهيد؟ أنا أسألكم بالله الذي يدافع عن النساء وعن المساجد ويقاوم هؤلاء المرتزقة والطغاة الذين جاءوا إلينا من كل أصقاع الأرض، لا يكون شهيدا؟ ومن يموت في بيته مظلوما مختنقا يكون شهيدا، كيف ذلك؟ أقول وأدعي بأن من يموت في طريق من يستشهد في طريق المقاومة أعلى مقاما من أولئك الذين يستشهدون في بيوتهم من الغازات السامة وغيرها. الذي يموت في بيته يقتل مظلوما، لذلك كان عند الله شهيدا. فكيف بالذي قدم نفسه دفاعا عن النساء والأعراض والمساجد والدماء والانتهاكات التي لا تنتهي لو أعددناها؟ هذا مقامه أعلى من أولئك الشهداء الذين يتنكرون لشهادته، يتنكرون منها خوفا على مصالح سياسية أو مراعاة لقضايا حقوق الإنسان. أنا أدعوهم أن يجلسوا بينهم وبين أنفسهم لينصفوا الشهيد، أن تحمي نفسك من الطواغيت والمجرمين، اسكت، التزم الصمت، لا تحارب هذا الخط الذي أخذ على عاتقه أن يتحمل مسؤولية إرجاع الكرامة والعزة للأمة. أصبح عندنا أشخاص شغلهم الشاغل ضرب المقاومة وإرجاع المؤمنين عن خط المقاومة ودفع الناس عن خط المقاومة، يظنون بذلك أن ذلك سيشفع إليهم عند الطغاة ويبعد الأذى عنهم. لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن الواقع يكذب أحلامهم ويكذب هذه الأفكار، وأن الطغاة لا يفرقون بيننا. الخليفة ينظرون إلينا كلنا كعملة واحدة، ولذلك السجن الآن يجمع بين الجميع، الذين هم مع المقاومة والذين هم ضد المقاومة كلهم في السجن، الذين يريدون إسقاط النظام والذين يريدون إصلاح النظام كلهم في السجن. الخليفة لا يفرقون بيننا، فلا نفرق نحن فيما بيننا. أنا أدعي أن الشهيد قاسم والشهيد حسين شرف والشهيد علي فيصل والشهيدين في المكشى والشهيد حسين الساري والشهيد علي الصباغ مقامهم أعلى من بقية الشهداء، لأنهم شهداء كانوا يواجهون الظلم ويقاومون الاستبداد وكانوا يصارعون الباطل، وكانوا بذلك مقامهم أعلى بحيث جمعوا بين الجهاد والشهادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا وأن يفك أسرانا وأن يرد غرباءنا ويشافي جرحانا وأن ينصرنا على من ظلمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.